السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا فيديو اليوم هو عبارة عن تصحيح لتمرين في المتتاليات العددية. إذا التمرين هو تمرين رائع، أنصحكم بإنجازه قبل مشاهدة الحل. إذا نبدأ بقراءة معطيات التمرين لتكون UN متتالية عددية معرفة بـ U0 تساوي 2، UN زائد 1 تساوي 5 ناقص 4 على UN. السؤال الأول: بين أن UN محصورة بين 2 و4. إذا هذا النوع ديال الأسئلة فدائما كنستعمل البرهان بالترجع للإجابة، أو في الأغلبية كنستعمل البرهان بالترجع للإجابة على هذه الأسئلة. إذا المرحلة الأولى من أجل مرحلة التحقق، إذا من أجل أن تساوي، إذا كناخد أصغر قيمة ديال أن اللي هي في هذه الحالة زيرو، لأن أن كتنتمي الآن. إذا لدينا U0 حسب المعطي تساوي 2، إذا راه محصورة ما بين 2 و4، إذا U0 محصورة بين 4 و2، إذا العلاقة محققة من أجل أن كتساوي لنا 0. إذا ليكن أن عنصرا من ان، نفترض ان UN محصورة بين 4 و2، ولنبين ان UN زائد 1 محصورة بين 4 والعدد 2. إذا هنا غنحاولو نديرو التأطير. إذا شنو غادي نأطرو؟ غنحاولو نأطرو هاد UN زائد 1 ونلقاوها محصورة ما بين 2 و4. إذا في المعطيات لدينا UN محصورة بين 2 و4، إذا غنأطر 1 على UN، إذا أي أن 1 على UN، إذا ضربنا في المقلوب. يعني ناقصني نتابه، دونك هنا عندنا UN أصغر قطعا، إذا ضربنا في المقلوب كيتقلب، كيولي هنا 1 على 4، وهنا أصغر من تساوي 1 على 2. إذا من بعد خصني نأطر ناقص 4 على UN، إذا نضربو في ناقص 4، إذا ملي كنضربو في ناقص 4 الترتيب كيتبدل. إذا نزول عندنا 1 على UN أصغر من تساوي هنا ناقص 4 في 1 على 2، هي ناقص 4 على 2، وفي هاد المجال عندنا هنا ناقص 4 في 1 على 4، هي ناقص 4 على 4، هنا كذلك ناقص 4. من بعد غادي نضيف 5 باش نأطر UN زائد 1، إذا غادي نبسطو بعد الكتابة، إذا نختزلو بالعدد 2، ناقص 1 على أو ناقص 2 ناقص 4 على UN ناقص 4 على 4 هي ناقص 1. إذا الآن نضيف العدد 5، إذا 5 ناقص 2 أصغر من أو تساوي 5 ناقص 4 على UN أصغر قطعا من 5 ناقص العدد 1. إذا نبسط، 5 ناقص 2 هي 3، 5 ناقص 4 على UN أصغر من 4. إذا 3 راه كنعرفوها أكبر من أو تساوي العدد 2، وهذا التعبير هذا راه هو UN زائد 1، وبالتالي لقينا UN زائد 1 أصغر قطعا من 4 وأكبر أو تساوي العدد 2. وبالتالي كنرجعو للفصيره، الافتراض ديالنا راه صحيح، وبالتالي UN راه أصغر قطعا من 4 وأكبر أو تساوي العدد 2، مهما يكون N تنتمي إلى العدد N. السؤال الموالي: الرتابة، أدرس رتابة UN، يعني غنحاولو نشوفو المتتالية واش تزايدية ولا تناقصية. في الرتابة فحنا كنستعملو جوج ديال طريقتين يمكن لي نستعمل، يمكن لي
نحسب الفرق ونشوف هذا الفرق هذا واش موجب أو سالب. إذا كان موجب تزايدية، إذا كان سالب تناقصية، أو ممكن ندير الخارج. وهنا كنستعملو الخارج فقط إذا كانت يو إن أكبر قطعا من الصفر، وحنا لقينا بأن يو إن حسب السؤال السابق راه محصورة ما بين جوج وربعة، يعني راه أكبر قطعا من الصفر. إذا يمكن لي نستعمل هاد الطريقة. فهاد الطريقة إذا كانت الخارج لقيناه أكبر من واحد راه المتسلية تزايدية، ولا لقيناه أصغر من واحد المتتالية تناقصية. إذا ممكن نستعمل الخارج. عندنا إذا يو ان، يو ان زائد واحد على يو ان، إذا يو ان زائد واحد نعوضها بالقيمة ديالها هي خمسة ناقص أربعة على يو ان على يو ان. نوحد المقامات. إذا المقام الموحد هو إذا عندنا يو ان، إذا خمسة، إذا خمسة يو ان على يو ان ناقص أربعة على يو ان على يو ان. إذا خمسة يو ان ناقص أربعة على يو ان على يو ان. إذا نضربه في المقلوب يجينا هو خمسة يو ان ناقص أربعة على يو ان، نضربها في المقلوب ديال المقام اللي هو واحد على يو ان. إذا خمسة يو ان ناقص أربعة، يو ان في يو ان هي يو ان كاري. إذا يو ان كاري عندنا عدد موجب خمسة يو ان ناقص أربعة. هاد خمسة يو ان ناقص أربعة غادي نشوفو واش موجبة أو لا سالبة. إذا لدينا يو ان ماشي موجب، خصني نشوف واش اكبر ولا اصغر من واحد. اذا لدينا يو ان محصورة ما بين الربعة والجوج، اذا خمسة يو ان اي خمسة يو ان كنضربو في خمسة، اذا خمسة في جوج هي عشرة، وخمسة في ربعة هي عشرين. نديرو دابا ناقص ربعة، اذا خمسة يو ان ناقص العدد أربعة، إذا كنضيف أربعة للطرفين المتفاوتة، إذا غادي تجينا هي عشرة ناقص أربعة، وهنا عشرين ناقص أربعة. إذا خمسة يو ان ناقص أربعة، إذا راه محصورة ما بين ستة والعدد ستاش. إذا هاد خمسة يو ان ناقص أربعة راه أكبر من واحد. إذا خمسة يو ان ناقص أربعة أكبر قطعا من واحد، أي خمسة يو ان ناقص أربعة على يو ان على يو ان كاري راه أكبر قطعا من واحد. وبالتالي يو ان زائد واحد على يو ان راه أكبر قطعا من واحد. شنو كتعني هذه النتيجة؟ كتعني بأن يو ان راه متتالية تزايدية قطعا. نرى ممكن ندير الفرق ونلقاها بطبيعة الحال موجبة. الفرق ديال يو ان زائد واحد ناقص يو ان وغادي نلقاه موجب. السؤال الموالي بين أن الفئان متتالية هندسية. إذا حسب المعطيات فعندي فئان تساوي يو ان ناقص واحد على يو ان ناقص ربعة. إذا طلبوا مني نبين بأن الفئان متتالية هندسية. متتالية هندسية خصنا نحسبو فئان زائد واحد ونلقاه كيساوي لنا واحد العدد في الفئان. إذا دائما غادي ننطلقوا من فئان زائد واحد. إذا فان زائد واحد تساوي ماذا؟ حنا عندنا فان وهنا فان زائد واحد، إذا غادي نعوضو ان بان زائد واحد. إذا غادي تولي يو ان زائد واحد ناقص واحد
على u n زائد واحد ناقص العدد أربعة. إذا نعود u n زائد واحد بالقيمة ديالها. u n زائد واحد تساوي شحال؟ خمسة ناقص أربعة على u n. نبسطو هاد الكتابة باش نكتبوها مبسطة، نوحدو المقامات. إذا هي خمسة u n، إذا هي خمسة u n، إذا خمسة على واحد المقام الموحد هو u n، إذا هي خمسة u n على خمسة على u n ناقص أربعة على u n. إذا هي خمسة u n ناقص أربعة على u n، خمسة u n ناقص أربعة على u n. نكتبوها موحدة باش تسهل عليا المأمورية. إذا خمسة u n ناقص أربعة على u n ناقص واحد، خمسة u n ناقص أربعة على u n ناقص أربعة. دابا غنوحدو المقامات، المقام الموحد هو u n. إذا خمسة u n ناقص أربعة على u n ناقص u n على u n. يعني راه واحد على واحد، وهنا أربعة على واحد. إذا كذلك خمسة u n ناقص أربعة على u n ناقص أربعة u n على u n. دابا نبسطو الكتابة. إذا خمسة u n ناقص أربعة ناقص u n، خمسة u n ناقص u n هي أربعة u n. إذا أربعة u n ناقص أربعة على المقام الموحد اللي هو u n. في البسط عندنا خمسة u n ناقص أربعة ناقص أربعة u n. إذا خمسة u n ناقص أربعة u n هي u n ناقص أربعة على u n. كنبسطو الكتابة. إذا أربعة u n ناقص أربعة على u n مضروبة في المقلوب ديال المقام اللي هو u n على u n ناقص أربعة. إذا كنختزلو ب u n كيبقى لنا أربعة u n ناقص أربعة، يمكن لي نعمل بأربعة باش يبقى لي u n ناقص واحد على u n ناقص أربعة. هاد التعبير هذا هو التعبير ديال v n، بالتالي تساوي أربعة v n. إذا لقينا بأن v n زائد واحد تساوي أربعة v n. شنو كتعني هاد النتيجة؟ كتعني بأن v n متتالية هندسية، أساسها واحد العدد q كتساوي لنا العدد أربعة. واحد الدوال الأول، إذا هو v زيرو، كنعوض هنا n بالزيرو، غيجينا هي u زيرو ناقص واحد على u زيرو ناقص أربعة. إذا v زيرو، v زيرو كتساوي لنا هي u زيرو ناقص واحد على u زيرو ناقص العدد أربعة. نعوض بالعدد اثنان، إذا جوج ناقص واحد على جوج ناقص أربعة. إذا واحد على ناقص اثنان أي ناقص واحد على جوج، القيمة ديال الحد الأول. السؤال الموالي، أحسب v n بدلالة n. إذا لقينا بأن v n متتالية هندسية، والحد العام ديال المتتالية هندسية يساوي v p q أس n ناقص b. vp هو الحد الأول. إذا في المعطيات عندنا الحد الأول هو v0 و q لقينا هو أربعة، إذا n ناقص 0 هي n. إذا نعوض v0 لقينا هي ناقص واحد على جوج، و q لقينا هي العدد أربعة أس n. إذا هذه هي القيمة ديال vn. السؤال الموالي، حدد un بدلالة n. دائما un ما كنعرفش الطبيعة ديالها، وبالتالي غادي نحسب un بدلالة vn ونعوض vn بالقيمة ديالها. إذا غنستغل هاد التعبير هذا، عندنا vn على واحد
كتساوي لنا يو ان ناقص واحد على يو ان ناقص ربعة. اذا كنضرب جداء الطرفين بجداء الوسطين، اذا في ان مضروبة في يو ان ناقص أربعة تساوي ماذا؟ واحد مضروبة في يو ان ناقص واحد، اذا هي يو ان ناقص العدد واحد. اذا نديرو النشر، في ان في يو ان هي في ان يو ان ناقص أربعة في ان، هاد يو ان غنديوها للطرف الأول حتى هي ترجع ناقص يو ان تساوي ناقص واحد. إذا كنحاولو نعزلو يو ان في الجانب الأيسر و في ان ديال الجانب الأيمن. إذا في ان في يو ان ناقص يو ان، هاد ناقص أربعة في ان ديوها للطرف الثاني ترجع أربعة في ان ناقص واحد. نعملو بيو ان، إذا كيبقى لنا في الحد الأول في ان، في الحد الثاني تيبقى واحد تساوي أربعة في ان ناقص واحد. هاد في ان ناقص واحد نديها للطرف الثاني، إذا نقسم عليها، إذا هاد التعبير يكافئ أن يو ان تساوي أربعة في ان ناقص واحد على في ان ناقص واحد. دابا غادي نعوض في ان بالقيمة ديالها اللي لقينا في السؤال السابق. إذا يو ان تساوي أربعة مضروبة في ناقص واحد على جوج أربعة أس ان ناقص واحد على ناقص واحد على جوج أربعة أس ان ناقص واحد. أربعة في ناقص واحد على جوج هي ناقص جوج أربعة أس ان ناقص واحد على ناقص واحد على جوج أربعة أس ان ناقص واحد. إذا ممكن نخلي التعبير بهذا الشكل هذا. الآن احسب الليميت ديال يو ان. الليميت ديال يو ان غنستغل هذه العلاقة هذه بطبيعة الحال. عندنا الليميت ديال يو ان تساوي ماذا؟ ناقص جوج أربعة ان ناقص واحد، إذا هي الليميت بلوس انفيني على ناقص واحد على جوج يو ان أو أربعة ان ناقص واحد. ليميت ديال ربعة ان بلوس انفيني كتساوي لنا بلوس انفيني. لماذا؟ لأن ربعة أكبر من قطعا من واحد، وبالتالي غيجينا شكل غير محدد. إلا عوضت غيجيني بلوس انفيني على يجينا موال انفيني على موال انفيني، شكل غير محدد. إذا هنا خصنا نحيد الشكل غير محدد، إذا نعمل بربعة ان. إذا ليميت، إذا عملنا بربعة ان في الحد الأول غادي يبقى ناقص جوج، في الحد الثاني غادي نقسم على ربعة ان، كذلك نعمل بربعة ان في المقام. في الحد الأول غادي يبقى ناقص واحد على جوج، وفي الحد الثاني غادي تبقى ناقص واحد على ربعة ان. إذا كنختزلو بربعة ان، كيبقى لنا الليميت ديال ناقص جوج ناقص واحد على ربعة ان على ناقص واحد على جوج ناقص واحد على ربعة ان. الآن دابا إلا عوضنا غادي يجينا واحد على ربعة ان، يعني واحد على لانفيني هي صفر، وهنا يعني هاد التعبير سيؤول إلى بلوس إلى صفر، لأن غيجينا واحد على لانفيني إذا هي صفر، وكذلك هذا سيؤول إلى الصفر لأن واحد على لانفيني. إذا غادي يبقى لنا ناقص جوج على ناقص واحد على جوج. إلا بسطنا غيجينا هو ناقص جوج مضروبة في المقلوب ديال المقام اللي هي ناقص جوج على واحد، أي مضروبة في ناقص جوج، إذا تساوي أربعة. بطبيعة الحال هنا راه منطقي، علاش؟ لأن حنا إن لقيناها محصورة بين أربعة وجوج، وبالتالي الليميت ديالها راه غيكون محصور ما بين جوج وربعة. ومادام يو ان تزايدية فالليميت راه غيمشي لاتجاه أربعة، كي كانت تناقصية راه غيكون كيقرب الجوج أولا كيساوي الجوج. يعني هذه دائما ملاحظات خصكم تنتبهوا ليها.
الآن السؤال الموالي، بين أن 4 ناقص UN زائد 1 أصغر من 1 على 2، 4 عامل 4 ناقص UN. إذن هنا ممكن نديرو الفرق، لكي يكون عندنا A على B، أو لنبين أن A أصغر من B يكفي أن نبين أن A ناقص B أصغر من الصفر. إذن نقوم بحساب فرق، إذن 4 ناقص UN زائد 1 ناقص 1 على 2 4 ناقص UN تساوي، إذن 4 ناقص UN زائد 1 نعوض بالقيمة ديال UN زائد 1، إذن هي 4 ناقص UN زائد 1 حسب المعطيات هي 5 ناقص 4 على UN ناقص 1 على 2. إذن نحيدو داك الأقواس، 1 على 2 في 4 ناقص 1 على 2 مضربة في ناقص UN، إذن هي UN على 2. إذن 4 ناقص 5، إذن هي ناقص 1 ناقص مع الناقص اللي هنا ترجع زائد، إذن هي 4 على UN ناقص ناقص 1 على 2 في 4 هي ناقص 2 زائد UN على 2. إذن 4 على UN زائد UN على 2 ناقص 1 ناقص 2 هي ناقص 3، ناقص 3 على 1. إذن غادي نوحدو المقامات، المقام الموحد هو 2 UN، 2 UN. إذا نقدر نديرو بحال الشكل هذا ونديرو 2 UN، إذا 4 كانت عندي UN، إذا نضرب في 2، إذا 2 في 4 هي 8 زائد UN على 2، إذا المقام الموحد هو 2 UN، إذا كنضربو في UN، إذا UN في UN هي UN أس 2 ناقص، إذا هنا 1، إذا خصني نضرب في 2 UN، إذا هي ناقص 3 في 2 UN، إذا هي ناقص 6 UN. إذا UN كاري ناقص 6 UN زائد 8. التعبير اللي كاين في البسط خصني نحاول ما أمكن نرجعو على شكل عوامل من الدرجة الأولى باش يمكننا نقارنوه مع نشوفو واش موجب ولا سالب. إذن هنا أنا كيبان لي بأن ممكن نضيف واحد وناقص واحد باش نلقى مستبقة هامة، أولا ممكن دير دلتا اللي بغيتي. إذن هاد ناقص 8 راه ممكن نضيف واحد ونقص واحد، إذن هنا ترجع 9 ناقص واحد، إذن هي 9 ناقص واحد. الهدف شنو هو؟ هنا غترجع عندي متطابقة هامة، إذن متطابقة هامة على شكل UN ناقص 3 الكل أس 2. إذن إلا نشرتي راه غتلقى هاد التعبير هذا، ناقص 1 أس 2 على 2 UN. إذن المتطابقة الهامة كذلك على شكل A كاري ناقص B كاري، إذن هي UN ناقص 3 ناقص 1 عامل UN ناقص 3 زائد 1 على 2 UN. نبسط الكتابة، UN ناقص ناقص 3 ناقص 1 هي ناقص 4، ناقص 3 زائد 1 هي ناقص 2 على 2 UN. إذن غنشوف هاد التعبير هذا واش موجب ولا سالب، بطبيعة الحال خصني نلقاه سالب. إذن لدينا UN راه محصورة حسب السؤال، حسب السؤال السابق، السؤال اللي شناه ديال السؤال الأول، إذا لدينا حسب السؤال، حسب السؤال واحد UN صورة ما بين جوج وربعة. شنو كيعني هذا؟ UN صغر من 4، كيعني بأن UN ناقص 4 راها أصغر قطعا من الصفر، و
يو ان كبر من جوج، الى دينا جوج جهه اليو ان تولي يو ان ناقص جوج كبرها تساوي صفر، وطبيعة الحال عندنا يو ان راها موجبه، اذا يو ان موجبه، يو ان ناقص جوج عدد كذلك موجب، ولكن يو ان ناقص 4 عدد سالب، اذا السالب في الموجب سالب على الموجب سالب، وبالتالي التعبير كامل سالب، وبالتالي نستنتج ماذا؟ نستنتج ان 4 ناقص يو ان زائد 1 اصغر من 1 على 2 4 ناقص يو ان، مهما يكون ان كتنتمي الان. الان سؤال ب، استنتج ان 4 ناقص يو ان محصوره بين 0 و 2 في 1 على 2 اس ان. اذا لدينا، غادي نطلقوا السؤال السابق، لدينا 4 ناقص يو ان زائد 1 محصوره بين 1 على 2 4 ناقص يو ان، وطبيعة الحال راها اكبر وتساوي 0. اذا شنو غادي نديرو؟ غنعطي الان قيم، غنبدا باصغر قيمه اللي هي 0، اذا 4 ناقص هنا 0 زائد 1 هي يو 1، اذا 1 على 2 4 ناقص، اذا عطينا القيمه الان 0، اذا هنا نعطيها 0، اذا هي يو 0، نعطيها كذلك 1، اذا يو 1 هنا تكون 1 زائد 1 هي 2، 1 على 2 4 ناقص يو 1. اذا غادي نهبطو بهذه الطريقه هذه حتى غادي نوقف حتى 4 ناقص يو ان، اذا هما طالبين مني 4 ناقص يو ان، اذا ما نمشيش 4 ناقص يو ان زائد 1، حدي يو ان، اذا 1 على 2 4 ناقص ماذا؟ دائما هنا عندنا 2 1 1 صفر، دائما كنقصوا برتبه، اذا يو ان ناقص 1. اذا شنو غادي نديرو؟ نضرب طرفي المتفاوتات طرفا بطرف، اذا كنضرب هذا الطرف في هذا الطرف في هذا الطرف اصغر من هذا الطرف هذا في هذا الطرف هذا حتى الطرف الاخير. اذا شنو غادي يوقع؟ غادي يوقع لنا واحد المجموعه الاختزالات، غيكون عندنا دونك هذا انا ما داخلش حد هنا، اذا 4 ناقص يو 1 4 ناقص يو 1 غادي نختزل بها، 4 ناقص يو 2 مع 1 4 ناقص يو 2 غتكون هنا، كذلك 4 ناقص يو ان ناقص 1 غتكون هنا كذلك 4 ناقص يو ان ناقص 1. اذا شنو غادي يبقى لي في التالي؟ غادي يبقى لي هنا 0، غيبقى لي 4 ناقص يو ان اصغر من، غتبقى لي هنا 1 على 2، نضربها في 1 على 2 خصني نشوف شحال من مره، باش نعرف شحال من مره غنشوف هنا عندنا 1 2 حتى الان، اذا ان ناقص 1، اذا دائما لانديس ديال الحد الاخير ناقص لانديس الحد الاول ندافع عليها 1، ان ناقص 1 زائد 1 هي ان، اذا غيكون عندنا 1 على 2 الكل اس ان مضروبه. اذا هنا غيبقى لنا فقط هذا الحد هذا واللي ما نختزلوش، باقي الحدود غيتختزلوا، اذا 4 ناقص يو 0. اذا نعوضوا 4 ناقص يو ان، 4 ناقص يو صفر، يو صفر هي 2، اذا 4 ناقص 2 هي 2، اذا هي 2 في 1 على 2 الكل اس ان، اذا هذه هي النتيجه المطلوبه. اذا السؤال الاخر، احسب ليميت ديال يو ان. اذا لقينا بان، اذا لدينا 4 ناقص يو ان
محصورة بين صفر وجوج في واحد إلى جوج أس إن. إذن حسب مصادق التقارب عندنا واحد المصداق اللي كيتسمى مبرهن هانس الدركي ولا تيوغيم دي جوندارم، يقول إذا كانت عندنا أو إن محصورة بين في إن و دوبل في إن، إلا عندك واحد متتالية محصورة بين متتاليتين ولقيتي بأن الليميت ديال في إن كيساوي الليميت ديال دوبل في إن كيساوي لنا إل، فالليميت ديال أو إن حتى هو كيساوي إل. إذن لدينا الليميت ديال جوج مضروبة في واحد على جوج الكل أس إن تساوي ماذا؟ تساوي صفر. على الصفر لأن هنا واحد على جوج أس إن وواحد على جوج راه أصغر من العدد، راه محصورة ما بين واحد وناقص واحد، لأن واحد على جوج محصورة بين ناقص واحد وواحد، وبالتالي الليميت ديال واحد على جوج أس إن راه كتساوي لنا صفر، الصفر في الجوج راه هو صفر. إذا لقينا الليميت ديال هاد التعبير كيساوي لنا صفر، والليميت ديال هاد التعبير ديال الصفر هو صفر، إذا الليميت ديال أربعة ناقص يو إن بلس إنفيني كيساوي صفر، أي أن الليميت ديال ناقص يو إن هاديك ربعة نديها للطرف الثاني تولي ربعة كيساوي لنا صفر، أي أو لا كتولي ناقص ربعة، أي أن الليميت ديال يو إن نضربو في ناقص واحد، إذا الليميت ديال يو إن كيساوي لنا أربعة.